تمكنت أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالدار البيضاء مدعمين بأفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بباب الزوار في عمليتين منفصلتين من الإتاحة بعصابتي إحياء خطيرتين تنشطان عبر إقليم بلدية برج الكيفان وفي ظرف وجيز. العملية جاءت بعد تلقي شكاوي من طرف مواطنين مفادها وجود شجارات باستعمال الأسلحة البيضاء والكلاب الشرسة. العملية مكنت من توقيف 14 شخصاً متورطين وأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأشكال، كلبين شرسين من فصيلة روتفايلر، 144 قرص مهلوس، 18 غراب من الكيف المعالج، سيارتين سياحيتين، مبلغ مالي مقدر ب 12,000 دينار جزائري من العائدات الإجرامية.